نجم الفنان الكوميدي حسن الفذ يسطع في سماء مهرجان الشرق للضحك بالنظور، حيث سافر بالجمهور عبر مواقف يطبعها روح المرح والفكاهة في عرضه الفني الموسوم عين سبع، إنتاج كوميدي هو ثالث إبداع للفذ بعد نينجا والدكتور غلالة. هذه كاميرا ديال التجسس، هذه مشاركة عندها رمزية كبيرة لأن دي أول مرة تمثل في مدينة بحال الناظور، والجمهور اليوم بين على أن كاين طلب على المنتوج الثقافي والفني، خاص هذه المدينه خاصها مسرح، لان كاين جمهور من جوده عاليه وخاصهم مسرح، خاص مجال فين يتلاقاو مع الفن ومع الانتاج والابداع بصفه عامه. ايوا خرجت روح الفكاهة والمرح التي تخيم على أجواء الناظور شارك في إهداء لحظات مميزة منها مجموعة من الوجوه المحلية شابة تم اختيارها للمشاركة في المهرجان بعد كاستينغ شهدته المدينة الشهر الماضي، وتفاعل جماهيري منقطع النظير مع العروض الفنية المقدمة. غادي نقدموا واحد العرض على العنف ضد الرجال ما بعد المدونه، منين ولا كنسمعوا غير العنف ضد المراه ضد المراه ضد المراه، دابا نسمعوا واحد العنف اخر ضد الرجال، وتستناو تشوفوا العرض ديالنا. الجمهور ديال مدينه الناظور كان على موعد مع عروض فكاهيه ديال شباب من مدينه الناظور اللي بينوا على انهم قادرين انهم يعطيو الكثير في مجال الكوميديا. النسخة الأولى لمهرجان الشرق للضحك تنحت موطئ قدم لنجوم الكوميديا المحلية والوطنية للقاء الجمهور الناظوري بمنتجع أطلايون ببحيرة مارتشيكا. في غياب قاعات للعروض بالمدينة تستوعب الجماهير المتعطشة لمختلف التعابير الفنية.